هذه الزيارة في الله عز وجل التي توافق ليلة السبت ليلة 28 من جمادة الآخر العام 44 و400 ألف التي توافق ليلة الواحد والعشرين من الشهر الأول لعام 23 و2000. نسأل الله يجعلها زيارة خالصة وجل الله الكريم. أقول من الكلمات التي أكررها ونستفيد منها إن شاء الله تعالى أن الله عز وجل شرع الصلاة لذكر الله عز وجل وللدعاء، حتى أن الصلاة لغة معناها الدعاء، وسميت الصلاة صلاة لاشتمال على الدعاء، وفيها مواطن يشرع فيها للمسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى، غير أن ثم موطن يغفل عنه كثير من الناس، ربما عامة الناس لا يهتمون به، وهو الجلوس بين السجدتين. هذا موضوع دعاء، وهل لم يقولون أن الجلسة بين السجدتين جلسة المتأدب بين المعلم، الجلسة هذه بين جلسة واحد متأدب، فهي كيف إذا تأدب المسلم بين يدي الله تبارك وتعالى؟ فلا يحرم نفسه من الدعاء بين السجدتين، فهو موطن عظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز به، وهو موضع تذلل وتأدب بين يدي الله تبارك وتعالى. طبعا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. الشيخ بن باز يقول أقل شيء الواجب أن تكون مرة واحدة ها رب اغفر لي. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في مجموع الأحاديث أدعية استقصاها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صفة الصلاة، ولا بأس أن تقدم بينها وتؤخر، لأن أصلا في الروايات فيها تقديم وتأخير، وهو موضع دعاء مطلق، لو قدمت أو أخرت لا يضرك. لكن الذي ذكر به نفسي وإياك وإياكم أن إذا جلست هذه الجلسة لا تحرم نفسك من هذا الدعاء العظيم في هذا الموطن من مواطن الصلاة. مجموع ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. والمتأمل لهذه الدعوات يجد أنها تشمل خير الدنيا والآخرة، ومن ذا الذي يستغني عن الله تبارك وتعالى طرفة عين؟ فإذا دعوت الله عز بهذا الدعاء وحفظته وبقي معك في حياتك فأنت على خير عظيم، وبإذن الله تعالى تجد أثره، تجد أثره. رب اغفر لي، المغفرة من أوسع أبواب الخير بعد توحيد الله عز وجل، عبادة يسيرة سهلة يحبها الله عز وجل، لولا أنكم تذنبون وتستغفرون ذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. حتى أن الله جل وعلا ينزل السماء الدنيا إذا كان ثلث أخير الليل وينادي في عباده هل من مستغفر فاغفر له، والله جل وعلا اسمه الغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن عمل صالحا ثم اهتدى، واسمه الغفور، واستغفر الله إن الله غفور رحيم، والله جل وعلا غافر الذنب وقابل التوب، والله عز وجل قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال الله جل وعلا في موضوع من كتابه ويصحح لي الدكتور إذا خطأت والله خير الغافرين، هذا في الأعراف، الله جل وعلا خير الغافرين، والله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. فكيف بك يا عبد الله يا مسلم لا تستغفر الله عز وجل؟ والله أمرك أن تستغفر، وإذا ما تستغفر لولا أن نستغفر نذنب ونستغفر لذهب الله بنا وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون. وإيمان بك باسم الله الغفور والغفار، وأنه جل وعلا ذو مغفرة، وأنه جل وعلا أهل التقوى وأهل المغفرة، وأنه جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، وأنه جل وعلا خير الغافرين. ثم قدوتك وأسوة الناس أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، وكان يقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وينصرف من الصلاة بعد قيام وركوع وسجود وتلاوة وخشوع وطمأنينة وتعبد تام لله عز وجل، وأول ما ينصرف من صلاته يستغفر الله 3، وهو النبي عليه الصلاة والسلام.
وقضى حياته في طاعة الله عز وجل منذ أن أرسله الله حتى توفاه الله تبارك وتعالى، في دعوة وتعليم وتذكير وخطب وموعظة ونصيحة وقدوة وجهاد وصبر واحتساب. ومع ذلك لما نعاه رب العالمين في آخر حياته أنزل الله عز وجل قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أمره بالاستغفار في آخر حياته وقد قضى حياته في طاعة الله عز وجل. والحجاج يقفون بين يدي الله عز وجل يوم عرفة، ثم يقول الله جل وعلا هم في الدعاء وفي خشوع، يقول: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. فالذي ينبغي المسلم أن لا يحرم نفسه من الاستغفار. النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من الخلاء وقد أذهب الله عنه الأذى الحسي، فيبقى الأذى المعنوي، فيقول: غفرانك، يعني أسألك مغفرتك. فبين السجدتين لا تهمل رب اغفر لي، من مواطن الدعاء والاستغفار أن تقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني. المغفرة والرحمة بمعنى واحد إذا انفرد إحداهما عن الأخرى، كما لو قلت رحمه الله يعني غفر له ورحمه، وإذا قلت غفر الله له يعني غفر له ورحمه. لكن عندما تجتمع الرحمة والمغفرة، المغفرة والرحمة، فالمغفرة يراد بها ستر الذنب والتجاوز عن صاحبه، والرحمة يكرم الله عز برحمته عبده بما شاء من أنواع النعم. حتى الجنة سماها الله رحمة، قال: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، يعني في جنة الله سميت رحمة الله لأن من آثار رحمة الله. وقال الله عز وجل في الحديث الذي رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربي تبارك وتعالى أنه قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. والمسلم وغير المسلم لا يستغنى عن رحمة الله طرفة عين، شوف طرفة عين، ما يستطيع يستغنى عن رحمة الله عز وجل. وما من شيء إلا هو برحمة الله، لأن رحمة الله إيش وسعت كل شيء، فهو جل وعلا الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وهو الرحيم على وزن فعيل ذو الرحمة الواسعة، وربك الغفور ذو الرحمة، طبعا في آية وربك الغني ذو الرحمة آيتان. فالله عز وجل ذو رحمة ويرحم من يشاء، ورحمته وسعت كل شيء. وفي الحديث كتب الله على نفسه أن رحمتي غلبت غضبي، وأن الله عز وجل خلقه كما صحيح مسلم، وفي حديث لله، وفي حديث خلقه 100 رحمة، جعل من رحمة الواحد في الدنيا يترحم بها العباد. شوف كل أثار الرحمة هذه، الرحمات هذه في قلوب الأمهات والآباء والأزواج والأخوان والمسلمين والكفار والكبار والصغار، بل حتى في الطيور والحيوانات، كلها آثار رحمة واحدة من 100 رحمة، حتى ترفع الفرس وحافر عن صغيرها، وجعل 99 ليوم القيامة. فكما أن يشتد غضب الله عز وجل غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، كذلك رحمته جل وعلا مضاعف عن رحمته في الدنيا، كم في الدنيا واحدة وفي الآخرة 99 رحمة. فلا تحرم نفسك من أن تسأل الله عز وجل الرحمة أكثر من إيش؟ رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحمني واجبرني. الله جل وعلا من أسمائه الجبار، والجبار من معانيه العالي، يقال نقلة جبارة، والله هو العلي الأعلى والجبار. ومن معاني الجبار أن الله جل وعلا يجبر الخواطر ويجبر الكثير. فما الذي يجبرك يا عبد الله إن لم يجبرك الله جل وعلا؟ فالإنسان يتعرض لما يكسر نفسه، لما يكسر عظمه، لما يكسر علاقته بأهله بأصدقائه بالعمل، تنكسر نفسه، ينكسر رأس ماله، يحصل لهم الكسور ما يحصل. فدائما اجعل على لسانك أن تسأل الله عز وجل أن يجبرك، فما من كسير إلا والله جابره وحده لا شريك له. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني، أو قال وعافني، ويجوز تقدم وتأخر، عافني العافية
أوسع أبواب الخير. من عافاه الله عز وجل تصبح وتمسي ما عندك مشكلة، ما عندك حادث، ما عندك حريق، ما عندك مراجعة مستشفى، ما عندك خبر مزعج، ما عندك ولدك ماسكينة، ما عندك فضيحة، ما عندك عافية، شيء عظيم ما يعرف قدرها إلا من فقدها. فيحتاجها المسلم حاجة ماسة فيقول عافني رب، اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني. ارفعني الله جل وعلا قال في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله جل وعلا يرفع ويخفض، ويرفع الله عز وجل بأسباب من أجله وأعظمها القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخر. وفي صحيح مسلم ولى عمر رجل من الموالي على سرية فيها أشراف، فتكلم القوم يعني ما في إلا هذا، فبلغ ذلك عمر فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين، وإنه أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. فالمسلم يحتاج أن يرفعه الله عز وجل، لا يلتمس أن يرفعه الناس ولا أن يبتغي ما عند الناس، لكن الله عز وجل يرفع من يشاء. فناسب أن تسأل الله عز وجل أن يرفعك في الدنيا ولا في الآخرة، في الدنيا والآخرة. فلا غنى لك عن الله تبارك وتعالى، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني. أما الدعاء بالهداية وسأل الله الهداية فهذا حتى من غفل عنه شرع له الله عز وجل أن يقرأه بالفاتحة في كل فريضة ونافلة، فيقول اهدنا الصراط المستقيم. والهداية نوعان، هداية رشاد وهداية توفيق، وأي الهدايتين أنت محتاج إليها وتدعو الله عز وجل أن يرزقك إياها، هذه ولا هذه؟ هذه وهذه. أما هداية الرشاد فقد شرع الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول وقل رب زدني علما، فتسأل الله أن يزيدك علما، أن يزيدك هدى، أن يزيدك هداية بصيرة، علم نافع. وتسأل الله هداية توفيق يعني عملا صالح توفق إلى ما علمت، إذ أن العلم حجة لك أو عليك. وفي الدعاء المأثور اللهم أرنا الحق حقا، هداية إيش؟ أرنا يا رشاد، وارزقنا اتباعه، وفقنا أن نعمل، علمنا ووفقنا لنسلك، وأرنا الباطل باطلا نعرفه تبين لنا وارزقنا اجتنابه. فمن المناسب جدا أن المسلم يسأل ربه ماذا؟ الهداية، أن يهديه يزيده هدى، لأن الهداية تزيد كما أنها تنقص أيضا. والذين اهتدوا زادهم هدى، إنهم فتية عام ربهم وزدناهم هدى. فهدايتك بحاجة دائما إلى أن يزيدك الله، فتسأل الله الهداية. قال الحسن بن علي رسول الله علمني دعاء نقوله في وتري، قال قل اللهم اهدنا في، اللهم اهدني في من، في من هديت. فلا غنى لك عن سؤال الله الهداية. وفي الحديث القدسي المشهور صحيح مسلم حديث أبي ذر قال الله جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يقول اطلب من الهداية أهديك. فاستحضر هذا الدعاء أنك دائما اسأل ربك ماذا يا أخوان؟ الهداية، أن يهديك الله عز وجل. ولذلك من الخطأ الواحد إذا غضب على أحبابه من أولاده من أقربائه من بناته من أبنائه يقول له يا اللي فيك اللي كذا الله يأخذك، روح عساك ما ترجع، عسا يجي خبرك. لا لا، قول الله يهديك، قول إيش؟ الله يهديك. لكن أيضا مع لما تدعو حق واحد يا أخوان لابد أن تراعي وأنت تدعو لا تزجره بالدعاء، لأن هذا أمر إيش؟ مزعج، والناس تشعر به. يعني تقول حق واحد جزاك الله خير، ها جزاك الله خير، تقول جزاك الله خير يرضى فيها ما يرضى، ها حتى لو ضيف عماني يبتسم لكن ما يرضى فيها، يقول طه هذا شنو هذا؟
جزاك الله خير، جزاك الله خير، حرك جزاك. ما يرضى فيها الإنسان. هذه أيضا إيش لازم تراعيها، لأن كثير منا تصير مشاكل هيك تصرخ، ما قلت شيء، قلت الله يهديك، الله يهديك، الله يهديك، تصرخ علي، هذه غلط. وأسوأ من ذلك الذي يرفع صوته منادي الله عز وجل، شوف بعض الناس في الحرم اللهم، غلط، تدعو الله عز إيش تضرعا خفية، ما تصرخ على رب العالمين. أنت لو سألت إنسان بالصراخ هذا ما وافق، ما أعطاك، وقع وقع وقع، قل وقع، طلع بخبر وقع. لازم تصير فيه عبادة أصلا من معانيها الخضوع والتذلل، وترفع صوتك وتصرخ، فتسأل الله الهداية، ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. الرزق بيد الله عز وجل، والله من اسمائه الرزاق، ان الله هو الرزاق والقوة المتين، والرزاق يعني كثير الرزق، والله جل وعلا بيده ملكوت السماوات والارض، لا يضره العطاء ولا ينقص من ملكه شيء. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض ما نقص من ملكه شيء. وفي صحيح البخاري يد الله ملأ يعني ممتلية. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض لا ينقص منه شيء. لا يضره لو أعطاك. لا تغل اللهم يعني لو بس لو شيء ستر فيه، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. لا تقول عساني، تقرأ حديث آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة تقول عساني أنا هو هذا، بس المهم أني لا لا لا، قل إيش أسأل الله ها الفردوس الأعلى. الرزق أنواع، من أجلها نرزقك الله الاستقامة، من أجلها نرزقك الله التوبة ويتقبلها منك، من أجلها نرزقك الله الصلاح، يرزقك الله قلبا خاشعا، يرزقك الله عملا صالحا، يرزقك الله حفظ كتاب الله، يرزقك الله زوجة صالحة، ذرية طيبة صالحة، يمتعك الله عز بسمعك وبصرك وقوتك، يمتعك بعقلك، يعطيك مال حلال طيب يقنعك به، رزق الله. وما من دابة إلا على الله رزقها، الله هو الرزاق والقوة المتين. فلا تستغني عن الله عز وجل في عقيدتك أنك مستغني، لا، حتى لو كنت متمكن من الشيء الفلاني أيضا اسأل الله ربك جل وعلا أن يعينك عليه، لأن يقول واحد المبلغ الفلاني بسيط هذا مقدور عليه، أو مقدور عليه، لا، حتى لو مقدور عليه أيضا أن تستعين بالله عز وجل، واسأل الله عز وجل أن يرزقك وأن يوفقك وأن يثبتك وأن يعينك. فهذا موطن دعاء في الصلاة قد فرط فيه كثير من الناس، حتى بعض الناس ربما تقول هذه حتى ربك في المرة واحدة ما قالها، من إيش؟ من شدة السرعة، مع أنه موطن يعني فيه جلسة، جلسة المؤدب بين يدي الله عز وجل. فأنصح نفسي وإياكم تحفظ الكلمات أو بعضها، تقدم فيها تؤخر فيها ما في مشكلة، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. سلامتكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.